طيب نرجع للأسئلة، باقي عندنا سؤالين لمحمد إن شاء الله أن تتم إجابتها بالشكل الصحيح ويتم اللقاء بأهله وتقر عينك بميمتك يا محمد. السؤال التاسع يقول فترتك الابتدائية أيام الدراسة كان فيه معلم درسك ودرس أخوك مساعد، تبغى اختيارات؟ راح أعطيك الاختيارات، تبغى تعطيني إجابة متأكد منها راح أقبلها. مدرس درسك أنت وأخوك مساعد في المرحلة الابتدائية، طبعاً بعد فترة من الزمن طبيعي. طيب أعطني خيارات. اختيارات؟ بدر النفيسة، عبد الرحمن الحارثي، أو عايض القرني. أول شيء هل هم كثر اللي مروا عليك أنت وأخوك؟ اي انا من ابتدائي لين الثانوي في نفس المدرسه. طيب انا اتكلم عن الابتدائي، ممكن يعني ابتدائي بدر النفيسة. بدر النفيسة. طيب عبد الرحمن حارثي. عبد الرحمن حارثي في المتوسط درسني. بالمتوسطه اي. طيب عايض القرني درسني في ابتدائي بس ما اتوقع درس اخوي. يعني عبد الرحمن الحارثي تستبعده بشكل تام بسبب انه ما درسك الا بالمتوسطه. وعايض القرني ما تتوقع انه درس اخوك مساعد. هو درس هذا اللي حببك في الرياضيات الله يذكره بالخير. هذا اللي حببك في الرياضيات؟ طيب يمكن مر على اخوك وكرهه في الرياضيات بعد. لا بدر النفيسة هو اللي قديم. طيب وش تقول لاستاذك بدر النفيسة؟ ممكن يشوفك الان. امسي عليه بالخير استاذ بدر النفيسة. وكان يدرس دين الله يبيض وجهه وعز الله انه خرج اجيال. وكان شديد علينا شوي بس انه طلعنا ريجيل. طيب. السؤال الاخير اللي قبله ناصل للمصير، السؤال العاشر يقول لك يا محمد